النساء ذات الإعاقة تغيرن وجه العالم، المناصرة الذاتية والمناصرة بهدف التغيير الاجتماعي. مرحبا عن جديد. بتقول عالمة الأنثروبولوجيا مارغريت ميد لا تشكك أبداً في قدرة مجموعة صغيرة من المواطنين المتيقظين الملتزمين في تغيير العالم، فهذا هو الشيء الوحيد الذي تمكن من إحراز التغيير. وبعد مسيرة 3 أسابيع سوية 16 فقرة من الموك، وين بتشوفي حالك بما يخص بإيمانك بتغيير حالك والتأثير على محيطك؟ شاركينا رأيك بالتعليقات بهذا الموضوع. رح نعالج اليوم موضوع المناصرة تحت شكلين أساسيين، المناصرة الذاتية والمناصرة من الناحية الجماعية، وكيفية بناء تحالفات ممكن تحدث فرق إيجابي على مستويات بتطال البعد المحلي، الوطني، الإقليمي والعالمي. ورح نحقق هاي المسيرة معك من خلال طرح بعض الأسئلة. هل ممكن لما قد نعتقد أو قد يصنف أنه أصغر وأضعف أنه يؤثر على ما هو أكبر وأعظم؟ ماذا تعني المناصرة وما هي أشكالها؟ هل يمكن المناصرة لأمور شخصية؟ وما هي المواضيع اللي بتشملهم المناصرة الجماعية ضمن منظمة أو تحالف منظمات؟ وما هي أبرز الوسائل الممكن أنه تعتمديها بالمناصرة للتغيير الاجتماعي من أجل الوصول لأهدافك؟ وما هو دور وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما هي الاستراتيجية الفعالة للنساء ذوات الإعاقة للتأثير على محيطهم؟ ورح نعالج هون استراتيجية التسلل ومفهوم التنمية الشاملة، وكيف يمكن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وهل هي فرصة تنمية وازدهار للجماعة عامة؟ وكيف يمكن لك أن تبحثي وتلتزمي بهدف جماعي ذات معنى إلك؟ إذن هالمجموعة من الأسئلة رح نقوم بتفصيلها. أولاً، هل ممكن لما قد نعتقد أو قد يصنف أنه أصغر وأضعف أن يؤثر على ما هو أكبر وأعظم؟ رح نتشارك بالقصة اللي دفعت الكونغرس الأمريكي لتبني الأمريكان ضد ديسابيليتي أكت أو قانون الإعاقة. سنة 2020 احتفلت الولايات المتحدة بالذكرى 30 لصدور قانون الإعاقة، واللي شكل انتصار كبير لحركة الإعاقة بالولايات المتحدة وشكل نقطة تحول بحياة ملايين الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا القانون طلب عشرات السنين من النضال الطويل والصعب لحركة الإعاقة بأمريكا حتى تستطيع إجبار المشرعين على الاعتراف بحقوقهم. ندعيك أن تشاهدي على نتفليكس وثائقي رائع كريب كامب عن تاريخ حركة الإعاقة، واللي بلش بأمريكا بمخيم اجتمع فيه نساء ورجال بالسبعينات وقرروا أنه يتحدوا سوا لتغيير واقعهم اللي كان يهمشهم على عدة أصعدة، وبيشبه بشكل أو بآخر واقع عدة مجتمعات عربية بالوقت الحاضر. هيدا الوثائقي بيظهر بشكل مؤثر كيف أنه مجموعة صغيرة غيرت وجه أمريكا وقدرت أنه تحسن حياة ملايين من الأشخاص ذوي الإعاقة بما يخص كل نواحي الحياة، من تعليم وعمل ووصول الأماكن العامة والصحة والعيش المستقل وغيرها من الحقوق. صارت حقيقة ومش مجرد حلم، والمسيرة ما زالت مستمرة لليوم لأن الحقوق تتطلب متابعة مستمرة. هاي المسيرة بتعطينا فكرة كيف إنه عمل بدأ من مبادرة صغيرة ممكن إنه يعطي أثر كبير على المدى الطويل. من ناحية المقاربة الفكرية، هناك طريقة مجزأة للنظر لوقائع الحياة، طريقة تنظر إلى الأجزاء وبتتجاهل نوعاً ما الصورة الشاملة للواقع. ففي هاي النظرة مثلاً، علاج حالة مرضية لا يقوم بمعالجة العضو المصاب، وهذا هو عامةً تركيز الطب التقليدي وهو ضرورة لإحراز الشفاء. أما النظرة الشاملة لاختبار المرض فبتاخد بعين الاعتبار اللي بيعيشه المريض عامةً والعوامل المحيطة به. مثلاً، أثبتت دراسة أقيمت على مجموعة تم تعرضها لفيروس الإنفلونزا أنه الأشخاص أكثر عرضة للتوتر أصيبوا بالمرض، أما الأشخاص اللي ما عانوا من توتر حافظوا على صحة سليمة رغم تعرضهم للفيروس نفسه. والرسالة اللي بحب شاركك فيها هون هو أنه عند تجزيء الواقع بيصعب علينا رؤية أمرين مهمين: الصورة الشاملة، كيف أنه أجزاء صغيرة يمكن إذا تنظمت بشكل معين تخلق واقع جديد. مثلا إذا نظرنا لهالرسم بالنظر إلى الأجزاء فقط رح نقول إنه مجموعة مربعات، أما إذا تبنينا نظرة شاملة فرح نلاقي دائرة مؤلفة من مجموعة مربعات نظمت لخلق الدائرة. هيدا النوع من النظرة بني على التفكير المنظومي أو systems thinking
اللي بيقول إنه واقع معين هو أكثر من مجموعة أجزاء، وبيعترف بتأثير كل جزء لخلق هالواقع. وصورة الدائرة المؤلفة من عدة مربعات قد تشبه عمل المناصرة، حيث اجتماع وتفاعل عدة أجزاء بيساهم بتحقيق هدف ما، ويصعب تحديد أي من الأجزاء كان السبب الأساسي وراء النتيجة المنشودة. ودعماً لفكرة كيف إنه أجزاء أو أمور صغيرة بتأثر، لابد إنه نذكر بعمل الباحث بعلم الطقس ألفرد لورنز، واللي قام بأبحاث أظهرت إنه تغيير صغير بعوامل الطقس بمنطقة ما قد يكون له أثر كبير بمكان آخر من العالم. ودراسته اللي حملت عنوان رفرفة من أجنحة فراشة في البرازيل قد تطلق أعصار في ولاية تكساس، هاي الدراسة وضعت تساؤل على علم الفيزياء الكلاسيكي اللي بيقول عكس لورنز إنه نتيجة عمل ما هي متعلقة حتماً بالقوة المستعملة. فإذا كانت رغبتك هي إحراز تغيير شخصي أو مجتمعي، بدعيك لإيجاد القوة من خلال أخذ الإلهام من النظرة الشاملة للأمور. ونذكر بالبترفلاي إفكت، ومننتقل للسؤال التالي: ماذا تعني المناصرة وما هي أشكالها؟ وهل يمكن المناصرة لأمور شخصية؟ كل مطالبة انطلاقاً من مبدأ حقوقي هي نوع من مناصرة. مثلاً المطالبة بتأمين شروط دمج الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبار حق من حقوق الإنسان هي مناصرة من مبدأ حقوقي، وهي نوع المناصرة اللي بدعوك لتبنيها ولتطوير كفاءاتك لتحقيقها. قد تأخذ المناصرة عدة أشكال، أهمها المناصرة الذاتية، وهي عمل يهدف للحصول على حقك الشخصي. ولكن ممكن أن يلمس هذا العمل أكثر من فرد، وحتى لو الانطلاقة كانت حاجة شخصية. المناصرة للآخرين، العمل على المطالبة بحقوق شخص آخر. المناصرة التي تستهدف النظام بشموليته بهدف التغيير الاجتماعي. للتعرف أكثر على المناصرة بهدف التغيير المجتمعي، إليك سؤالنا الثالث: شو هي المواضيع اللي بتشملها المناصرة الجماعية ضمن منظمة أو تحالف منظمات؟ أولاً، تغيير في سياسات معينة، مثلاً أهداف الإنمائية للألفية اللي بتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة. بعد مناصرة عالمية كبيرة من قبل منظمات الإعاقة، تم تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة بأهداف التنمية المستدامة للعام 2030. ثانياً، تغيير بممارسات معينة. فإذا كان هناك متجر تجاري كبير غير مهيئ للأشخاص ذوي الإعاقة، ممكن لمنظمة أو عدة منظمات أن يقودوا حملة ضغط من أجل إعادة تأهيل المبنى ليصير مكيف ويستقبل جميع الناس على اختلاف تنوعهم. ثالثاً، تغيير على مستويات بالمواقف من الناحية الاجتماعية، السلوكية أو السياسية. ممكن إقامة حملات توعية مكثفة من أجل الاعتراف بحق النساء ذوي الإعاقة، من أجل أنه يحظين بمساواة بالفرص بالتوظيف وعدم إقصائهم من سوق العمل بسبب إعاقتهم. ومن أجل تحقيق هاي الأهداف على المستوى الجماعي، ممكن أنه تنضمي لمجموعات أخرى نسائية أو مختلطة بتدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو مجموعات أخرى حسب القضية، أو أنه تطلقي منظمتك الخاصة وتدعي أشخاص للانضمام. وهو منطرح السؤال الرابع: ما هي أبرز الوسائل اللي ممكن اعتمادها بالمناصرة للتغيير الاجتماعي من أجل الوصول لأهدافك؟ وشو هو دور وسائل التواصل الاجتماعي؟ أولاً، عندك حملات التوعية، ممكن تطال أي موضوع تعتبريه أنه يجب التوعية المجتمع أو أصحاب القرار عنه، مثلاً العنف ضد النساء ومن بين النساء ذات الإعاقة. ثانياً، بناء القدرات، هالأمر بيتم من خلال تدريب مجموعات معينة على موضوع معين، مثلاً توعية الإعلاميين كيف يكتبوا عن قضايا الإعاقة بلغة حقوقية بعيدة عن لغة الشفقة. ثالثاً، التشبيك، إقامة علاقات وتحالفات مع كل الأطراف المعنية بصنع القرار من أجل أحداث التغيير المطلوب، مثلاً ممكن بناء علاقات وشراكات مع هيئات الأمم المتحدة حتى يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة ببرامجهم وخططهم. رابعاً، الضغط على أصحاب القرار من أجل التأكد من إقرارهم لقوانين دامجة تشمل أشخاص ذوي الإعاقة. ممكن يتم هالشي من خلال مظاهرات أو التوقيع على عريضة بتركز على مطالب معينة. لابد من ذكر أنه مواقع التواصل الاجتماعي بتلعب دور كبير بهذا الإطار. عدة منظمات اليوم تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستا أو تويتر وغيرها من أجل القيام بحملات مناصرة وكسب الرأي العام. طبعاً هالشي بيتطلب تخطيط مسبق واستراتيجية مفصلة من أجل إدارة هالحملة وتحقيق الأهداف المرجوة. أهمية مواقع التواصل أنها بتوصل بشكل أسرع، وممكن يتحول الموضوع لقضية رأي عام.
طبعا المناصرة على شبكات مواقع التواصل لابد أن تترافق بأغلب الأحيان بمناصرة بقلب الواقع مع الأشخاص المعنيين وخاصة أصحاب القرار. ندعيك أنك تنظري بالملحق على الدليل الإقليمي لتعزيز الخدمات العامة الدامجة للإعاقة، واللي بيتضمن عدة حملات مناصرة ناجحة بعدة دول عربية هدفها دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أو توفير خدمات دامجة بعدة قطاعات. خامساً، ما هي الاستراتيجية الفعالة لنساء ذوات الإعاقة للتأثير على محيطهم؟ وسنعالج هون استراتيجية التسلل أو ما يسمى بالإنفلتريشن ومفهوم التنمية الشاملة بطريقة عملية أكثر. كيف ممكن نساء ذوات الإعاقة أن يؤثرن على محيطهم؟ من الطرق الأكثر وقعاً على المحيط هو عندما تجدين طريقة كي لعيش حياة مزدهرة بتعبري فيها عن نفسك وبتقودي نفسك لتحقيق أهداف ذات معنى. فوجود نساء ذات إعاقة بيعيشوا حياة ناجحة هو عامل أساسي لتطوير العقليات. بهذا الصدد بتقدم جمعية ميوزا استراتيجية التسلل كنهج مسرع للتغيير، وبتعرف عنها بشكل التالي: بتحث النساء ذوات الإعاقة إلى تجاوز الدعوة إلى الدمج للتركيز على التسلل المباشر والاستباقي. ما نعنيه بالتسلل بيتجلب بالنساء ذات الإعاقة اللي بياخدوا زمام الأمور والمبادرة لتثقيف نفسهم بشأن حقوقهم والتبليغ عن رغباتهم بالمشاركة، ومن ثم جلب النساء ذات الإعاقة مباشرة إلى البرامج القائمة. استراتيجية التسلل بتتحقق عند مشاركة النساء ذوات الإعاقة وأخذ دور قيادي بمختلف النشاطات والعمل الاجتماعي إن كان مخصص لهم أم لا. فهي بتهدف لتوسيع إطار التأثير نساء ذات الإعاقة من خلال تواجدهم ومشاركتهم الفعالة بكل وجه من وجوه الحياة المجتمعية. ممكن نعتبر استراتيجية التسلل كاستراتيجية ناجحة لتحقيق التنمية الشاملة، إذ بيفتح الباب للعمل الجماعي وبتنقلك من القيادة الذاتية إلى القيادة الجماعية، حيث تتمكن من أنك تشبكي وتبني تحالفات مع منظمات على المستوى الوطني الإقليمي والعالمي كي تشاركي معهم رؤية وأهداف مشتركة حتى تقدر تعمل تغيير على مستوى أوسع. بهالطريقة بتكون حققت انتصار مشترك لقضايا مشتركة. هالمقاربة بتذكرنا بأمل ونضالة من أجل حقوق الأشخاص الصم بتونس. أمل ما اكتفت بتأسيس منظمة بتدافع عن حقوق الصم والقيام بعدة حملات توعية ومناصرة، لا بل تحالفت مع منظمات نسائية تبنت مطالبها، وبهالطريقة جعلت أمل المنظمات أخرى تتبنى قضيتها، ودعمتها هي كمان من خلال التدريب الشبيبة على مهارات علائقية وإدارية من أجل تحضيرهم لسوق العمل. بالوقت نفسه استطاعت أمل تدريب أشخاص صم ضمن هالمجموعة ليلاقوا وظائف ويندمجوا بسوق العمل. الأمر يلي بيقلنا للسؤال السادس، وهو كيف ممكن أنه يكون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة فرصة تنمية وإزدهار للجماعة عامة. الأشخاص ذوي الإعاقة بيمثلوا اليوم ما لا يقل عن 15% من سكان العالم، ما يعني ملايين البشر يلي بشكلوا قدرة شرائية بارزة ولهم تأثيرهم على رأي العام. بالقرن 21 حيث أصبح المستهلك بيختار شراء ماركة معينة ليس فقط بسبب نوعية السلعة، ولكن أيضا لما تمثل قيم يؤمن فيها. أصبح الإنفلونسرز أو المؤثرين ذات إعاقة على مواقع التواصل الاجتماعي يسعون لتقديم هوية تجذب المستهلك. هيك مبادرات هي مثل استبدال النموذج الخيري المطالبة بالحقوق بنموذج دمج مجتمعي، حيث يتم الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة كمواطنين ومستهلكين ومؤثرين لديهم قدرة شرائية وتأثير مجتمعي. أما السؤال السابع فهو كيف يمكن أن تبحثي وتلتزمي بهدف جماعي ذات معنى إلك؟ كل شخص وخصوصاً الشباب والشابات عندهم اهتمامات ومواضيع اجتماعية بتحفزهم أو بتثير غضبهم. أنت كشابة بتعيش بالقرن 21 وممكن أنه تهتمي بأمور اجتماعية متعلقة بالإعاقة أو لا، تعنيك بطريقة شخصية أو بتأثر على محيطك، مثلاً موضوع الفقر بالعالم حيث أنت تعيشين، موضوع البيئة، موضوع إمكانية الوصول لأشخاص ذوي الإعاقة الأكسسيبيليتي، أو موضوع حقوق المرأة والعنف ضد المرأة. الاستماع لغضبك ولرغباتك والإيمان بأني قادر على التأثير على هذه الأمور هو مفتاح التغيير. وكامرأة ذات إعاقة كوني أكيدة أنه أي مبادرة تخديها الحصول على حقوقك الشخصية ممكن أن تساهم مساهمة وعمل داعم منك لكل أشخاص ذوات الإعاقة، وبتسمح لغيرك أيضا بالحصول على حقوقهم وعلى نوعية حياة أفضل. رح أقترح عليك التمرين وعنوانه وجود المعنى والهدف من خلال نقاط القوة، وبقدم وسيلة تطبيقية لبناء صلة وصل بين نقاط قوتك الأساسية والقيم المهمة بالنسبة لك والطريقة يلي بتتمنى تأثر فيها على المجتمع. يمكن أن نسمي أول 5 نقاط قوة لديك والتي ظهرت من خلال Via Strength Test يلي عملتيه قبل، والمواهب اللي بتتمتع فيها والقيم الأساسية اللي بتأمن فيها، من ثم ذكر أمور بالعالم تتعلق بالإعاقة أم لا
بتجذبك أو بتصير غضبك، وبتتمنى تحدث تغيير فيها حتى تقدر توصل لجملة بتعبري فيها عن هدف ذات معنى على الشكل التالي. مثلا، سأستثمر قوتي في كذا وموهبتي في كذا للقيام بالموضوع أو بالعمل اللي بحفزك. مثلا، طبق الدينة التمرين على الشكل التالي: رح استثمر قوتي بالتعلم الدائم وموهبتي للغات لإنشاء وكالة تروج للسياحة للجميع من ضمن الأشخاص ذوي الإعاقة. بدعوك للنظر للنموذج بالملحق لإكمال هذا التمرين. بهالطريقة بنكون أكملنا مشوار المناصرة الذاتية والمناصرة بهدف إحداث التغيير المجتمعي. نلتقي بالفقرة الأخيرة من هذا الموك لنرسم قصة مصورة تسمح لك أنك تحقق أحلامك.